باخذ محمد الزهراني من مكة. محمد تفضل يا اخي واسمعني من التلفون لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا فيك، تفضل. يا سيدي انا من مكة، وسوق الخضار في الكعكية مكتظ بالاجانب، ما تحصل السعودي. وبعدين الاسعار من مبسط لمبسط، احصل طبق التفاح 20 حبة في الطبق ب 23 في محل، كلهم في نفس الدائرة، وهناك ب 25. الموز نفس الطريقة، أقول له ليش؟ يقول لي هذا حق اليوم، هذا حق أمس، هذا كلهم أجانب. أقسم بالله العظيم، شوفني من عند بيت الله الحرام، إنه مكتظ بالأجانب وشيء ينتالوا الجبين. أنت محمد زهراني تشتغل بالسوق ولا بس كده؟ أنا مواطن. بس ولو تروح للبلدية أو تروح، أنا ما سبق ورحت للبلدية، أقول لك إياها بأمانة. يحولوك مدري فين، يحولوك إدارة الأسواق، وروح أعطينا شيء أثبت لك. أنا ماني حكومة يا أبوي أثبت لك ولا أثبت صح لك. صح، أنت من حقك إنك تنزل في الميدان مدار 24 ساعة. مظبوط، في مناوضين في البلديات، في مستلمين في البلديات. طيب أحصل العمالة بشاب والله العظيم يتيم الأبوين، حصلته يدق عربية، يدرس في النهار وفي العصر يدق عربية. ما حصل السعودي حتى اللي يعمل في توصيل المقابل. صح. طيب شكرا لك يا محمد.